المطلوب منا الآن أن نقسم ونقوم بتبسيط العبارة التالية، وهي عبارة جذرية مقسومة على عبارة جذرية أخرى. ولتبسيط هذا يجب أن تدرك أن الجذر التربيعي لx على الجذر التربيعي لy يساوي الجذر التربيعي لx على y. ويذكر في خصائص الأسس، إذا كان لدي عددا مرفوعان لقوة معينة ونريد أخذ جذرهما، فهذا يعادل رفعهما للقوة نصف. وإذا قمت برفعهما لقوة معينة ثم قسمتهما، فهذا هو نفسه كأخذ ناتج القسمة ثم رفعه للقوة. إذن لنطبق هذا هنا، هذه العبارة تساوي الجذر التربيعي، الجذر التربيعي ل 60 إكس تربيع واي على 48 إكس. ويمكننا أن ننظر إلى معاملات العبارات وتبسيطها هنا. كل من البسط والمقام يقسمان على 12. 60 تقسيم 12 يساوي 5، و 48 تقسيم 12 يساوي 4. وكذلك كل من البسط والمقام يقسمان على إكس. إكس تربيع تقسيم إكس يساوي إكس، وإكس تقسيم إكس يساوي 1. أي شيء نقسمه على البسط يجب أن نقسمه على المقام أيضا، وهذا كل ما تبقى لدينا. وإذا أردنا تبسيط هذا، هذه تساوي، سأضع رمز الجذر، 5 على 4، ولا شيء آخر نضعه في المقام. أما في البسط فلدينا x وy، إذن x y. والآن يمكننا أن نتركها هكذا، لكن يمكننا فعل عدة أشياء مع رمز الجذر. الاحتمال الأول، يمكننا أن نقول أن هذا يعادل 1 على 4 ضرب 5 x y، وهذا يساوي الجذر التربيعي لربع ضرب الجذر التربيعي لخمسة إكس واي. وهنا الجذر التربيعي لربع، ربع يساوي نصف ضرب نصف، أو يمكن أن تقول أنه يساوي الجذر التربيعي لواحد على الجذر التربيعي لأربعة. الجذر التربيعي لواحد على الجذر التربيعي لأربعة. الجذر التربيعي لواحد هو واحد، والجذر التربيعي لأربعة هو اثنان، وبالتالي يكون الناتج هو نصف مرة أخرى. والعبارة ككل يمكن تبسيطها إلى نصف ضرب الجذر التربيعي لخمسة إكس واي. ولا يوجد شيء آخر يمكن فعله حتى نتخلص من رمز الجذر، لأنه لا يوجد لدينا أي مربع كامل.